خلال استقباله وزيرة خارجية تنزانيا، الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي. مدبولي يشارك في مراسم تنصيب رئيس الصومال الجديد، ويؤكد توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق. احتدام القتال في مدينة سيفرودونيتسك الأوكرانية، والرئيس الأوكراني يقول إن الملايين يموتون جوعاً جراء حصار روسيا للموانئ. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر. جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا السيدة ليبراتا مولا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ومشاركة مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية سامية حسن، معربا سيادته عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، ومشيدا بقوة الدفع التي تشهدها هذه العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات. من جانبها نقلت وزيرة الخارجية التنزانية رسالة خطية إلى السيد الرئيس من السيدة رئيسة تنزانيا سامية حسن، تضمنت الإعراب عن تقدير تنزانيا الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر، والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين، والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة في مجال المشروعات التنموية العملاقة. كما تضمنت الرسالة الإشارة إلى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك قضية سد النهضة، حيث شدد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر. وخلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، قال وزير الخارجية سامح شكري إن هناك إرادة سياسية قوية من أجل تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا من خلال التنسيق الوثيق بين البلدين، وذلك للارتقاء بالعلاقة والعمل في الاتحاد الإفريقي وتحقيق مصالح القارة الإفريقية. امتاز كثيرا بعلاقات التعاون التي بتربط بيننا والتفاهم. سيادتها بتزور القاهرة لتحمل رسالة من فخامة رئيسة الجمهورية موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد وجود الإرادة السياسية القوية لتدعيم العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق الوثيق بين البلدين للارتقاء بالعلاقة، وأيضا العمل في إطار الاتحاد الأفريقي لتحقيق مصالح القارة الأفريقية، وأيضا التنسيق في مواجهة التحديات التي تواجه البلدين والقارة، ولاستعراض آخر التطورات على الساحة الدولية. كما أوضح وزير الخارجية أنه تم التباحث حول التعاون بين مصر وتنزانيا خلال الفترة المقبلة في ضوء المشروعات المشتركة بين البلدين، وخاصة سد جوليوس نيريري الذي تتولى شركة مصرية تدشينه. كان هناك توجيه من قبل الرئيس، أيضا مدعوم من قبل فخامة رئيسة الجمهورية،
بضرورة الإسراع في عقد اللجنة المشتركة إن شاء الله في دار السلام في أول فرصة ممكنة، وبعد التحضير الجيد لمخرجاتها تبحثت مع معالي الوزيرة عن المشروعات التي سبق وتم التوافق حولها خلال زيارة فخامة الرئيس للقاهرة في العام الماضي، وضرورة تفعيلها وتذليل أي عقبات تعتريها. كذلك تم استعراض التقدم المحرز في المشروع القومي الهام سد جوليوس نيريري اللي بتطلع بتنفيذه مجموعة من الشركات المصرية. وأكد وزير الخارجية أن التعاون بين مصر وتنزانيا مستمر، كما تم التطرق لعدد من القضايا الإقليمية وأهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. عقدت مع معالي الوزيرة جلسة مشاورات منفردة وموسعة مع أعضاء وفدي البلدين، تم خلالها الدخول في تفاصيل المرتبطة بكل أوجه التعاون سواء كانت اقتصادية، استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي في إطار العلاقة الثنائية أو في إطار عضوية الآن تنزانيا في مجلس السلم والأمن الأفريقي، وأيضا استمرار العلاقة المبنية على روافد تاريخية عديدة تجمع بين البلدين وكانت دائما تؤدي إلى الدعم المشترك في الترشيحات في المنظمات الدولية. وسوف نواصل حديثنا للتطرق إلى أيضا القضايا الإقليمية، وطبعا في مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا في سوريا، العمل على مقاومة الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات الإرهابية. من جهتها أكدت وزيرة خارجية تنزانيا ليبريتا مولا أن الزيارة الأخيرة لرئيسة تنزانيا في نوفمبر الماضي هي زيارة تاريخية وتمثل حجر الزاوية، حيث جرى توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات. كانت لدينا مناقشات ومباحثات مثمرة بحضور فخامة الرئيس، وبعد تلقيه الرسالة من أخته رئيسة تنزانيا سامية حسن، فإنها تعبر عن روح الأخوة بين الرئيسين وبين البلدين. إن فخامة الرئيس يغتنم هذه الفرصة لأن يوجز لرئيستي بالتعاون المثمر بل والمتميز بين بلدينا، لا سيما على إثر الزيارة التاريخية التي قامت بها رئيستي سامية في نوفمبر الماضي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق في كل المجالات التنموية والتدريبية والأمنية. جاء ذلك خلال استقباله من قبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب رئيس الصومال. وشدد مدبولي على أن مصر سوف تستمر على نهجها في مساندة الصومال والوقوف إلى جانب تطلعات شعبه في التنمية والاستقرار والأمن. من جانبه أشاد الرئيس الصومالي بالدور المصري التاريخي في مساندة الصومال منذ نيله الاستقلال، مؤكدا الحاجة إلى الدعم المصري للصومال في كافة المجالات التنموية. وخلال كلمته في حفل التنصيب، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم مصر للجهود الوطنية للصومال لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والأمن والقضاء على الإرهاب، داعيا الدول الشقيقة لدعم ومساندة الصومال في مواجهة التحديات من أجل تحقيق الازدهار وتطلعات شعبه. أنقل تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لفخامة الرئيس حسن شيخ محمود بتولي رئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتمنيات لسيادته بالتوفيق والنجاح لقيادة مسيرة الصومال الجديد، وهي الخطوة الهامة في صعيد تعزيز الاستقرار بالصومال. فخامة الرئيس والسادة الحضور، إن العلاقات المصرية الصومالية
علاقات استراتيجية وتاريخية ممتدة عبر العصور، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960، ولا يزال يذكر بكل تقدير اسم الشهيد المصري كمال الدين صلاح مندوب الأمم المتحدة لدى الصومال، والذي دفع حياته عام 1957 ثمنا لجهوده من أجل حصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدته. كان رئيس مجلس الوزراء قد وصل إلى العاصمة الصومالية مقديشو، وكان في استقباله بالمطار نظيره الصومالي محمد حسين روبلي وسفير مصر بالصومال. تأتي المشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التنصيب تأكيدا على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ استقلال الصومال عام 1960، وتأتي في إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة عزم مصر على مواصلة تقديم كل الدعم الممكن للصومال الشقيق من أجل بناء وترسيخ مؤسسات الدولة الصومالية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والفساد الوظيفي والتهرب الجمركي، وتمكنت من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتهرب الجمركي والفساد الوظيفي وغسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيلين عصابيين بالشرقية والإسكندرية، استولى عناصره على 65 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة زيوت السيارات وإدارة الكافيهات والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها. لم يتمكنوا من سداد هذه الأرباح، كما أنهم امتنعوا عن رد أصول المبالغ المستولى عليها. وتمكنت مديرية أمن الغربية وفي ذات الإطار من ضبط أحد الأشخاص قام بالاستيلاء على 20 مليون جنيه من مواطنين عن طريق إيهامهم بأن شركته متعاقدة مع إحدى القرى بالساحل الشمالي، وأنهم يمكنهم شراء حصص ملكية في المشروع ينتفع بها بنظام التايم شير خلافا للحقيقة، وتمكن ومن خلال ذلك من الإيقاع بضحاياه والاستيلاء منهم على المبالغ المالية. مديرية أمن الإسكندرية نجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على مرتادي شبكة الإنترنت، مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك مقابل عمولة من قيمة المبلغ المحول، وذلك بالمخالفة للقانون. وتبين أن حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي بلغ 1,500,000 جنيه. مديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في الأدوية المهربة جمركياً وغير مسدد عنها الضرائب المستحقة، وإنشائه مجموعة عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي للترويج لتلك الأدوية، وبحوزته تم ضبط كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بقرابة 2,000,000 جنيه. وعلى صعيد ضبط قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية استغل موقعه الوظيفي وقام بتمكين شخصين من القيام بأعمال البناء والاستيلاء على جزء من الطريق العام، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 3 ملايين جنيه،
فضلا عن تربحه من وظيفته وتربح الغير. وفي إطار مكافحة جرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في سرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب الأرضية وبيعها بالسوق السوداء، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات ودراجات نارية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. كما نجحت الإدارة وفي إطار تصديها لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي في ضبط 7 تشكيلات عصابية بالمنيا، البحيرة، دمياط، قنا، الدقهلية، الإسماعيلية والغربية لإتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث بلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط الإجرامي قرابة 54 مليون جنيه. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 30 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 23 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 7 أطنان. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط حوالي 611 قضية، من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزن و191 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 42 طن أقماح محلية. قالت وزارة الداخلية أنها سلمت النيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، والتي تثبت عدم صحة الادعاء بإضرابه عن الطعام، وكذا عدم صحة الادعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه. يحتدم القتال بين القوات الروسية والأوكرانية في مدينة سيفرودانسك في محاولة من موسكو للسيطرة عليها. وفي المقابل تقف القوات الأوكرانية صامدة في معركة هي الأصعب منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وفقا لتصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. ما بين تحقيق قوات روسية مكاسب كبيرة في مدينة سيفرودونيسك آخر جيب للقوات الأوكرانية في مقاطعة لوهانسك، وبين تمسك الجيش الأوكراني بالدفاع عن أرضه، يحتدم القتال بين الطرفين في المنطقة الواقعة شرقية أوكرانيا. فشل الجانب الروسي في السيطرة على العاصمة كييف دفع الكريملين إلى نشر قوات بأعداد كبيرة للسيطرة على دونباس لتحريرها من القوات الأوكرانية. على الجانب الآخر، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد في كلمة له أن معركة الدفاع عن سيفرودونيسك قد تكون أصعب المعارك التي خاضتها قواته منذ بدء العملية العسكرية الروسية على بلاده، ووصفها بأنها أكثر معركة وحشية. ميدانيا انسحبت القوات الأوكرانية من سيفرودونيسك إلى ضواحي المدينة والمنطقة الصناعية ومصنع آزوت للكيماويات، متعهدين بمواصلة القتال لأطول فترة ممكنة، وذلك بعدما تمكنت القوات الروسية من إلحاق دمار هائل بالمدينة وإعلان موسكو أن قواتها تتقدم نحو السيطرة على الإقليم بشكل كبير. المدفعية الروسية قامت أيضا بتدمير مدينة لستشانسك المقابلة لسيفرودونيسك من الناحية الأخرى من نهر سيفيرسكي دونيتس. وفي محاولة لتطويق الأوكرانيين في دونباس، تضغط موسكو من 3 اتجاهات رئيسية هي الشرق والشمال والجنوب، ما جعل روسيا تسيطر الآن على أكثر من 98% من لوهانسك.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب يقاوم بشراسة تشكيل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب على حد تعبيره. وفي تصريحات أكد وزير الخارجية الروسي أن مسألة تشكيل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب ذات أهمية خاصة، مضيفا أن بلاده تشهد مقاومة شرسة للتغييرات الجارية من جانب الدول التي لا تريد أن تفقد مركزها المهيمن في نظام العلاقات الدولية على حد تعبيره. أكد رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح، أكد أن موسكو سترد بسرعة إذا تعرضت للقصف باستخدام أنظمة أسلحة بعيدة المدى. وأوضح المسؤول الروسي أن إمدادات مدافع الهاوتزر بعيدة المدى والأنظمة الصاروخية من طراز هايمارس تهدد أمن روسيا نفسها وليس دونباس فقط. وأشار إلى ورود مقترحات حول بيع أنظمة جافلين التي تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استحالة إحاطة روسيا بسياج، لافتا إلى أن موسكو لن تبني مثل هذا السياج بنفسها. وشدد بوتين خلال اجتماع مع رواد الأعمال الشباب ومطوري الشركات الناشئة على أن الاقتصاد الروسي سيكون مفتوحا ولن تكرر البلاد أخطاء الماضي، مؤكدا أن أسعار الأسمدة والطاقة ارتفعت نتيجة أخطاء الغرب. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن العالم على شفا أزمة غذاء، وصفها بالمروعة بسبب العملية العسكرية الروسية في بلاده. وأكد الرئيس الأوكراني أن الملايين قد يموتون جوعا بسبب حصار روسيا لمواني أوكرانيا على البحر الأسود، مشيرا إلى أن أوكرانيا غير قادرة على تصدير القمح والذرة والنفط ومنتجات أخرى. أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن أوكرانيا بحاجة إلى ضمانات بأن موانيها لن تتعرض لأي هجمات من أجل شحن شحنات الحبوب. وفي كلمته خلال اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، شدد رئيس الوزراء الإيطالي على ضرورة الحاجة إلى رفع الحظر عن ملايين الأطنان من الحبوب العالقة هناك بسبب الحصار الروسي، مشيرا إلى أهمية جهودها للوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق ذلك. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة بأكثر من الضعف في العالم ما لم تتوقف العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وفي بيان للأمم المتحدة أكد غوتيريش أن تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل ممنهج وخطير ويتسارع، كما حذر الأمين العام من أن ارتفاع أسعار الطاقة القياسية بيتسبب في انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود في جميع أنحاء العالم وخاصة في القارة الإفريقية. ودعا الأمين العام إلى إيجاد حل سياسي يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هذا وقد أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب انخفضت بنحو النصف في الأيام السبعة الأولى من شهر يونيو بالمقارنة بالفترة نفسها من 2021 إلى 252 ألف طن. وأوضحت البيانات أن هذه الكمية شملت 225 ألف طن من الذرة و17 ألف طن من القمح و9 ألف طن من الشعير. كانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى 6 ملايين طن شهريا من الحبوب قبل العملية العسكرية الروسية، وتراجعت كمياته منذ ذلك الحين لنحو مليون طن بعد أن أجبرت أوكرانيا التي كانت عادة ما تصدر أغلب بضائعها عن طريق الموانئ البحرية على نقل الحبوب بالقطارات إلى حدودها الغربية أو عبر الموانئ الصغيرة على نهر الدانوب.
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، قالت إن الارتفاع الكبير في تكاليف مدخلات الزراعة قد تحد من قدرة المزارعين على زيادة الإنتاج وتزيد من أزمة الأمن الغذائي في الدول الأكثر فقراً والتي تواجه فواتير واردات قياسية. وفي تقرير قالت الفاو إن مؤشر تكاليف المدخلات الزراعية بلغ ارتفاعات قياسية وزاد بمعدلات أعلى من زيادة أسعار الغذاء خلال العام الماضي، وهو ما يشير إلى أسعار أقل بالقيم الحقيقية للعديد من المزارعين، موضحا أن تكلفة الأسمدة قد تطيل أمد أزمة الغذاء العالمية. يعتزم صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي لهذا العام بسبب مجموعة من العوامل، من بينها الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد الصيني. وأوضح الصندوق أنه يمكن توقع خفض توقعات النمو للعام الحالي مقارنة بما تم توقعه في شهر أبريل الماضي. هذا وقد سبق لصندوق النقد الدولي أن خفض من توقعاته للنمو العالمي إلى 3.6%. أعلنت هيئة الإحصاء الروسية أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع بنسبة 17.1% في مايو بعد وصوله إلى أعلى مستوياته منذ عقدين في أبريل الماضي. وقالت الهيئة إن تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفع إلى 21.5% على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 20.5% في أبريل. ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير تعرضت روسيا لسلسلة من العقوبات الدولية شملت حظر الصادرات الرئيسية مما أدى إلى ارتفاع التضخم. نمت صادرات الصين بنسبة 16.9% في مايو مقارنة بنفس الشهر قبل عام، في مؤشر مشجع لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع استئناف العمل بالمصانع وتراجع العقبات اللوجستية بعدما خفضت السلطات بعض قيود مكافحة كورونا في مدينة شنغهاي. وزادت الواردات الصينية بنسبة 4.1% في مايو عنها قبل عام، وهي أول زيادة في 3 أشهر، وهي صدمة في الإمدادات هزت التجارة العالمية والأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية. تزايد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 4 يونيو الجاري بواقع 27,000 إلى مستوى معدل بلغ 229,000 طلب. وتتحرك طلبات الإعانة الأمريكية في نطاق محدود منذ أن تراجعت لأدنى مستوى في أكثر من 53 عاما مسجلة 166,000 في شهر مارس الماضي. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. البيت الأبيض يعلن توفير 10 ملايين جرعة لقاح كورونا للأطفال بعمر 5 سنوات وأقل. أعلن البيت الأبيض أن 10 ملايين جرعة من لقاحات كورونا ستكون متاحة للولايات بهدف تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وأقل قبل نهاية الشهر. وفي تصريحات صحفية أكد مسؤول في الإدارة التي وضعت الخطوط العريضة لخطة التطعيم، قال إن اللقاحات سيتم توزيعها عبر آلاف المواقع المختلفة، لكنهم سيركزون على مقدمي الخدمة في الخطوط الأمامية كأطباء الأطفال ورعاية الأولية، حيث يتوقعون أن العديد من العائلات تريد الذهاب إليها. بدأت السلطات الصينية فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا في بعض مناطق مدينة شنغهاي. وأوضحت السلطات أن السكان في 3 أحياء على الأقل في شنغهاي سيخضعون ل5 جولات من الفحوص الإجبارية تنتهي في 23 يونيو الجاري، على أن يبقوا داخل منازلهم خلال تلك الفترة. وأعلنت شنغهاي رصد 4 حالات مؤكدة كلها في مناطق حجر صحي،
كانت قد خرجت الأسبوع الماضي من إغلاق دام شهرين على مستوى المدينة، لكن بعض التجمعات السكنية تم تطويقها مرة أخرى مع استمرار السلطات في انتهاج سياسة تهدف للقضاء تماما على سلاسل العدوى. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء يتولى تشكيل الحكومة الجديدة ستتم خلال الأيام المقبلة. جاء ذلك خلال استقباله في قصر بعبدة لوفد ضم سفراء دول الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد. وأوضح عون أن المسار الديمقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض أن تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة، خصوصا الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقع أن تؤمن للبنان قروضا تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها. جدد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا بول سولير دعم بلاده للحوار في ليبيا من أجل الاستقرار والمصالحة الوطنية والمحافظة على زخم الانتخابات وإجرائها وفق إطار دستوري يضمن نجاح تنظيمها. وخلال لقائه مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، ناقش الجانبان آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا بالإضافة لسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. من جانبه أشاد اللافي بدور فرنسا في دعم الحل السلمي والحوار بين أطراف العملية السياسية، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي وضع الترتيبات النهائية لمشروع المصالحة الوطنية والذي سيعالج كل القضايا ويؤدي إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد. تدرس الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص 10 ملايين دولار لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي الوشيك الذي يشكله خزان صافر في اليمن على البحر الأحمر. وفي بيان صحفي حذرت الخارجية الأمريكية من أن تسرب النفط أو انسكابه سيكلف العالم المليارات لتنظيف التسريبات النفطية، بل وسيدمر الحياة البحرية في البحر الأحمر ويعيق التجارة العالمية في ممر مائي دولي رئيسي. كما نبهت إلى أن هذه الكارثة البيئية من شأنها أيضا تدمير سبل عيش أولئك الذين يعتمدون على مصايد الأسماك. أكد وزير المالية اليمنية سالم بن بريك حرص بلاده على اعتماد سياسة مالية من شأنها الإسهام في تحسين المجالات الإنسانية والاقتصادية، مجددا دعوته للدول الشقيقة والصديقة إلى مواصلة ومضاعفة دعم الجهود الحكومية الرامية إلى استمرار الإصلاحات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليمني مع مديرة البنك الدولي لدى اليمن تانيا مير لبحث الأوضاع الاقتصادية ومجالات الدعم الفني لوزارة المالية والمصالح والجهات التابعة لها، حيث سلط اللقاء الضوء على آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية والإنسانية والتحديات الماثلة أمام اليمن لتخفيف معاناة المواطنين، بالإضافة لتحسين سعر صرف العملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لرفع السن القانونية لشراء البنادق نصف الآلية من سن 18 عاما إلى 21 عاما. واتخذ مجلس النواب سلسلة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالأسلحة النارية كمحاولة لمواجهة الموجة المروعة من إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة. حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة دفعت مجلس النواب الأمريكي إلى إقرار مشروع قانون لرفع السن القانونية لشراء البنادق نصف الآلية من سن 18 إلى سن 21. مجلس النواب اتخذ أيضا سلسلة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالأسلحة النارية بأغلبية 223 صوتا مقابل رفض 204 أصوات كمحاولة لمواجهة الموجة المروعة من إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة. أبرز هذه الإجراءات حظر بيع مخازن الذخيرة بسعة تزيد عن 10 طلقات، حيث من المقرر أن يتجه مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ لإقراره بصورة نهائية.
تحرك تشريعي يأتي على وقع فعاليات عديدة نظمتها جمعيات مناهضة السلاح أمام مبنى الكابيتول للتشجيع على تمرير هذه التشريعات لمنع حوادث إطلاق النار التي أسفرت منذ شهر أبريل الماضي وحتى السادس من شهر يونيو الجاري في ولايات تينيسي وأوكلاهوما وتكساس ونيويورك عن مقتل 29 شخصاً ووقوع نحو 46 مصابة. كان أحدث هذه العمليات المروعة إطلاق نار جماعي في فيلادلفيا وبنسلفانيا نتج عنها 6 قتلى على الأقل وأكثر من 25 جريحاً في أحدث حالات عنف مسلح بعد المذابح الأخيرة في تكساس ونيويورك وأوكلاهوما. حوادث إطلاق النار بشكل عشوائي ومتكرر في الولايات المتحدة صارت تهدد المجتمع الأمريكي الذي أصبح يفتقد الأمان ولا يعرف الناس عند نزولهم إلى الشوارع أي مصير سيواجهون. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أهمية الحاجة إلى عمل جماعي لإنعاش المحيطات، وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات قال غوتيريش إن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كشفت أن 4 مؤشرات مناخية رئيسية قد تجاوزت أرقاما قياسية جديدة في عام 2021، وهي ارتفاع مستوى سطح البحر وحرارة المحيطات وتحمض المحيطات وتركيزات غازات الدفيئة. وشدد غوتيريش على أن ضمان محيطات سليمة ومنتجة هو مسؤولية جماعية ولا بد من الوفاء بها من خلال العمل معا. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلي الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح شعراوي أنه اعتبارا من السبت المقبل سيتم تنفيذ 11 دورة تدريبية لعدد 332 من رؤساء الوحدات القروية المنفذ فيها مبادرة حياة كريمة، وتستمر الدورات حتى نهاية شهر يونيو الحالي. نظمت جامعة طنطا قافلة طبية كبرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى قرية كفر ششتة مركز زفتة بمحافظة الغربية، وذلك لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة. وقال رئيس جامعة طنطا محمود زكي إن هذه القوافل تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء. تفقد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممدوح رسلان محطة مياه المستقبل بالإسماعيلية التي تم افتتاحها مؤخرا لخدمة 175 ألف نسمة. كما شهد رسلان ختام فعاليات بطولة الجمهورية لتنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات الوجه البحري، والتي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك خلال الفترة من 30 من مايو الماضي حتى 9 من يونيو الجاري بمشاركة 15 شركة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أطلقت مصر بنجاح القمر الصناعي الجديد نايلسات 301 على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية في ولاية فلوريدا. ويأتي إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد في ظل النهضة التنموية التي تشهدها مصر حاليا، وإطلاق القمر الجديد يأتي بعد الانتهاء من عملية التشغيل والاختبار التي تم إجراؤها على القمر. هي لحظة الفرحة وشعور بالفخر لدى المهندسين العاملين بالشركة المصرية للأقمار الصناعية نايلسات بعد نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد 301 من ولاية فلوريدا الأمريكية، والذي يتميز بقدرات جغرافية فائقة في إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازات الشركة في مواكبة التطور التكنولوجي بمجال الأقمار الصناعية بالعالم. القمر بعد ما هينطلق هيوصل لي على بعد 36 ألف كيلومتر من سطح الأرض، هيبقى الأول عند خط طول 10 درجات،
وده الهدف منه ان انا اعمل كل الاختبارات على القنوات القمريه اللي الترددات بتاعتها شيرد او مشتركه مع القمر الحالي الموجود 201، علشان لو عملته عند 7 ويست يحصل انترفيرنس او تداخل مع القمر الموجود حاليا. الفيتشرز الجديده بقى اللي موجوده في القمر ان هو بيغطي مناطق تغطيه جديده زي جنوب القاره الافريقيه وزي منطقه حوض النيل، ولينا بعض حقوق الترددات برضو في منطقه الشرق الاوسط، وايضا خدمه مكافحه التشويش دي بنأمن بعض الترددات المهمه على القمر 301 من التشويش، وايضا خدمه الانترنت عبر جمهوريه مصر العربيه. محطه الترددات العاليه 301 هي احدى المحطات الجديده داخل شركه النايلسات، والتي يوجد بها انظمه تحكم عاليه الجوده، وستعمل على مراقبه وتشغيل القمر الصناعي الجديد، بالاضافه لغرفه التحكم الرئيسيه التي ستتابع القمر 201 و301 الجديد من خلال المهندسين العاملين في الشركه الذين يشعرون بحاله من الفخر لمشاركتهم في هذا النجاح التاريخي. مصر بالقمر 301 بنأمن 20 سنة كمان جايين لتقريبا 2040 من تكنولوجيا البث الرقمي والبث الفضائي، وبنأمن البث الرقمي وكذلك الانترنت. احنا هنا في التحكم نراقب القمر تقريبا 24 ساعة، في ال 24 ساعة بنراقب القمر التريمترز اللي بتيجي من على القمر، بنتابع حركته، بنتابع وجوده في المدار بتاعه يبقى موجود في مكان معين، اي تغيرات اي الارمات بتجيلنا بنبدا نبلغ بيها مهندسين الساتلايت، وبعديها هم بيقدروا ياخدوا الدور المعين اللي يمشوا عليه. احنا بنتابع الأمر كلها اللي عدت على الشركه، احنا بنتابع اي مشكله تحصل، اي حاجه بتيجي منه، اي اشاره بنستقبلها، ولو في اي مشكله احنا بنتعامل معاها. اطلاق القمر الصناعي الجديد 301 خطوه تؤكد مضي مصر نحو الجمهوريه الجديده باحداث طفره نوعيه كبيره في مجال الاقمار الصناعيه والانترنت الفضائي، وفتح قنوات اتصال جديده مع الاشقاء من القاره السمراء، فضلا عن انها خطوه قويه ورائده في مجال العلاقات والتعاون مع الشركاء من مختلف دول العالم. محمود جميل، التلفزيون المصري. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مهندس محمد عبد الغني، مدير عمليات تشغيل الأقمار بالشركة المصرية للأقمار الصناعية نايلسات. دكتور، يعني ما الذي يعني إطلاق القمر الصناعي نايلسات 301 بالنسبة لقطاعي البث الفضائي والاتصالات بشكل عام؟ السلام عليكم فندم. اهلا بك. حضرتك نايلسات 301 يعتبر اضافه كبيره وقويه جدا للشركه المصريه للاقمار الصناعيه. هو مش بس يعتبر اكبر قمر من اقمار نايلسات منذ انشاء الشركه سنه 96، بس ده كمان بيقدم خدمات جديده ومناطق بث جديده بتضيف للشركه وبتضيف للدوله المصريه امكانيات اكثر خلال الفتره الجايه باذن الله. القمر 301 بيغطي مناطق تغطيه في جنوب القاره الافريقيه وفي دول حوض النيل، وبالتالي بيقدر يوصل الرساله الاعلاميه المصريه لمناطق تغطيه جديده، ده طبعا بالاضافه لمناطق التغطيه التقليديه بتاعتنا في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ده كمان وكمان بيضيف اضافه خدمات الانترنت البرودباند عشان تبقى خدمه متكامله مع خدمات الارضيه المقدمه للانترنت، ويبقى يتكامل معاها ويقدم ساعات اضافيه جديده تخدم التطور والطلب المتزايد على خدمات الانترنت في مصر. نعم. طب على صعيد الامكانيات الفنيه، ابرز مميزات هذا القمر مقارنه يعني بالاقمار الصناعيه الاخرى التي كانت قد اطلقتها مصر؟ حضرتك القمر دوت بيتميز بمرونه عاليه اولا في تصميمه، بالتالي بيوفر امكانيات كثيره ان انا حسب السوق الموجود سواء السوق بتاع الشرق الاوسط او السوق التلفزيوني في دول حوض النيل او جنوب القاره الافريقيه، حسب الساعات المطلوبه اقدر احط لها ساعات اكثر او اقل، اقدر انقل الساعات من كل منطقه لاخرى، وبالتالي بيديني ديناميكيه في التعامل مع حسب متطلبات السوق. النقطه الثانيه ان هو القمر مؤمن جيدا
ضد ضد التشويش. طبعا حضرتك عارفين ان التشويش دوت بقت كافه العصر وافه الاقمار الصناعيه خلال الفتره الماضيه. فالحمد لله مزود بتكنولوجيا حديثه لمكافحه التشويش المتعمد. ده بالاضافه طبعا ان هو بيقدم خدمات بث اقوى من للاستقبال العملاء واقوى للارسال، فبالتالي بيدي امكانيات للعملاء استقبال محتوى النايل سات التلفزيوني والاذاعي وخدمات الانترنت بصوره اسهل وافضل طبعا. خالص التهاني لكم ولكل الفريق المصري. دكتور مهندس محمد عبد الغني، مدير عمليات تشغيل الاقمار بالشركه المصريه للاقمار الصناعيه نالسات، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. اطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عددا من القوافل الطبيه الموسعه بمحافظات الدلتا والمحافظات الحدوديه، وذلك ضمن خطه الحمايه الاجتماعيه وصل الخير 2، ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أوضح التحالف أنه تم تسيير قافلة طبية موسعة بمحافظة جنوب سيناء، استهدفت القافلة المواطنين من ذوي الهمم في مدينتي الطور ونويبع، مشيرا إلى أن القافلة نجحت في تقديم الخدمات العلاجية ل 1550 مواطنا في كافة التخصصات وتقديم العلاج اللازم، كما تم تسيير قافلة طبية أخرى لمحافظة الغربية نجحت في تقديم خدمات الكشف الطبي لأكثر من 700 حالة من مختلف الأعمار. يشارك وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي في مؤتمر دوشنبي للمياه ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث يشارك عدد من السادة الوزراء وكبار مسؤولي المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية. وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، ترأس وزير الري جلسة تعزيز الروابط بين الموارد المائية وتغير المناخ. وخلال الجلسة أشار الوزير إلى أن قضية التغيرات المناخية تعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظرا للأثار المتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذي يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف. أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بقضية التغيرات المناخية وتضعها على رأس أولوياتها، وذلك من قبل اختبار مصر باستضافة مؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى إدراك الحكومة الجيد خطورة تأثيرات التغيرات المناخية على مختلف مناحي الحياة. وخلال مشاركتها في مؤتمر عقده المركز الثقافي البريطاني، أوضحت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يشكل تهديدا على كوكب الأرض وكافة عمليات التنمية للدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وأنه لا يمكن التعامل معه من خلال التخفيف والتكيف فقط. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا محمد عبده وشكرا سحر ناجي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة من أخبار المال والأعمال لنشرة السادسة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط الضوء على توقعات البنك الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري والتي تجاوزت معدلات ما قبل كورونا، وذلك في خضم الأزمات الاقتصادية التي تضرب أكبر الاقتصادات العالمية. أوضح التقرير أبرز تعليقات وتوقعات البنك الدولي عن مصر، حيث توقع أن يتجاوز معدل النمو للعام المالي الحالي معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا وهو الأعلى منذ 14 عاما، ليصل إلى 6.1% مقارنة ب 3.3% للعام المالي الماضي.
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن تطوير الأداء داخل قطاع البترول والإصلاحات الشاملة التي نفذتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مكنت القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم، متمثلة في التحديات الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن النتائج والأداء لقطاع البترول المصري خلال 8 سنوات تدل على مدى كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وانطلقت في تحقيقها من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع. التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط برئيس بنك الاستثمار الأوروبي وارنان هاير ضمن فعاليات زيارتها للمقر الرئيسي للبنك في لوكسمبورغ، وذلك في إطار العلاقات القوية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي الذي يعد الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي. وخلال اللقاء تم التطرق إلى مناقشة التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في إطار استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمدينة شرم الشيخ في نهاية العام الجاري، ومناقشة للمشروعات المشتركة والتي يمكن تعزيز العمل بشأنها في ضوء أهمية المؤتمر لدعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي. شاركت وزيرة التخطيط هالة سعيد في افتتاح ندوة الأدلة العالمية حول الخدمات المالية الرقمية ومجموعات الادخار وتأثيرها على تمكين المرأة. وخلال كلمتها أكدت هالة سعيد على أن المساواة بين الجنسين ضرورة اجتماعية واقتصادية، مشيرة إلى أن سد الفجوة بين الجنسين جزء أساسي من أي استراتيجية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية، وأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو المحفز الأكثر فاعلية للنمو الاقتصادي. إلى البورصة المصرية والتي تباينت مؤشراتها بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، وفيها ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق ما قيمته 495 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 673.9 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10236 نقطة، وأغلق عند مستوى 10235 نقطة منخفضا بنسبة 1%. كذلك فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1857 نقطة، وأغلق عند مستوى 1857 نقطة أيضا ليصعد بنسبة 1.1%. وأخيرا فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2742 نقطة ليغلق عند مستوى 2765 نقطة مرتفعا بنسبة 1.8%.
أعلنت شركة الملاحة الجوية الألمانية العملاقة لوفت هانز إلغاء نحو 900 رحلة في يوليو في سياق نقص عدد في عدد الموظفين، ما يؤثر على قطاع الطيران الأوروبي بأكمله. ففي الوقت الذي رحبت الشركة بارتفاع عدد الحجوزات مع التخلي عن غالبية قيود احتواء كورونا في أوروبا، لكنها أقرت بعجزها عن تلبية زيادة الطلب. أوضحت الشركة أن البنية التحتية لم تتعافى من أخطر أزمة عاناها قطاع الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية. في نشرة السادسة نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار مع محمد وسحر. شكرا لك مصطفى على هذه الجولة الاقتصادية التي نختتم بها نشرة السادسة. بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عناوينها. خلال استقباله وزيرة خارجية تنزانيا، الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي. مدبولي يشارك في مراسم تنصيب رئيس الصومالي الجديد ويؤكد توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بتقديم مختلف صور الدعم للصومال الشقيق. احتدام قتال في مدينة سيفردونيسك الأوكرانية، والرئيس الأوكراني يقول إن الملايين يموتون جوعا جراء حصار روسيا للموانئ. وإلى هنا تنتهي نشرة السادسة. دمتم سالمين.